اليوم اشتهينا الفول واشتهينا كتير اشياء، ودائما بحلب لما نكون متواجدين لازم نرصد اللقمة الطيبة، المطبخ الحلبي العريق لازم ندوق. اكيد لازم ندوق. اما هلا رح نروح لفقرتنا التالية، وبدأنا صباحنا لليوم مع تحية من فرقة انفينيتي، وهلا رح نتعرف اكثر على الفرقة، وهي فرقة مسرحية وايضا فرقة راقصة. حنتعرف على قائد ومؤسس الفرقة معنا جوني عازر. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباحكم اهلا وسهلا. يسعد صباحك يا جوني، صباح البرد. صباح البوز. انت ولابس جاكيت. خلينا نتعرف جوني على الفرقة، امتى تأسست، كيف هيك صرتوا بهذا العدد وهي النشاطات والهمة؟ اول شيء شكرا لاستضافتكم، وإلنا الشرف انه نحن نعملكم هيك بعض العروض البسيطه من عملنا. نحن فرقه انفينيتي تاسست من حوالي 5 سنين، تاسست من لب الالم والصعوبات اللي كانت عم تعيشها مدينه حلب. تكونت من مجموعه من الشباب يلي عندهم هذا الشغف المسرحي، الحب لهذا الفن الراقي يلي بيسموه ابو الفنون. نحن فرقتين متلازمتين مع بعض، اللي هي تياترو وانفينيتي، فرقه بتقدم مسرح تمثيل، وفرقه بتقدم الرقص المسرحي يلي بيكون فلكلوري، بيقدم شيء لاتيني، بيقدم شيء وطني، وكل انواع الرقص. نحن بدينا حوالي بعشر اشخاص بال 2014، وشوي شوي توسعنا لصرنا فرقة محترفة بتعمل بخطوط منهجية، بخطوط واضحة، بطرق مانا اعتباطية بل هي مدروسة وإلى قيمنا وإلنا مبادئنا في العمل. ومن أساس عملنا هو نحن ندعم شغف الشباب، تسليط الضوء على مواهب الشباب، وكل نحن موسم بينضاف عنا فئة من الشبيبة حتى ترجع تنطلق بهي الموهبة وتجرب إذا هي فيها تعمل هذا الشيء. وفعلا نحن يعني وصلنا تقريبا لعدد 30 شخص. حلو. بين ال 18 لل 30 تقريبا أعمارنا، وكلياتهم بيشتغلوا بكل حب لهذا الفن. يعني أكيد يعني جوني الفرقة وتشكلت تقريبا 8 سنوات. تمام. خلينا نحكي قديش كانت هاي الفترة صعبة، يعني كل اللي بيشتغل بالفن بالعموم أو بالفرق بيعاني يمكن من التنقلات ومن غيرها. ولكن هلأ يعني من 3 سنين اختلف الوضع، خلينا نحكي قبل وبعد. تماما. هلا طبعا بدايه مثل ما قلت لكم قبل شوي الوضع كان صعب جدا، ننزل على البروفات والقذائف عم تنزل، كان فيها الصعوبه انه نحن وين قلبنا وين عقلنا، انه صعوبات بين الاهل، صعوبات انه نحن كيف شو هدول مجانين انه رايحين يرقصوا وعم بينزل قذائف. كان في شويه صعوبات حتى ماديه بتخص مجموعتنا، لانه ما كان في اهتمام بهذا الجانب، مو بس نحن، اي مجموعه مسرحيه كان بتحب انه هي تعمل هذا الشيء ما كان في اهتمام للأسف. يعني هيك وبحسرة منقول إنه الجانب الثقافي يعني أهمل بفترات الصعبة اللي عاشتها حلب، وعانينا كتير بسبب هذا الموضوع. حاولنا هلأ بآخر سنة سنتين بسبب جنود جيشنا العربي الغالي إنه نحن نحسن نرجع ننطلق من أول وجديد، نحسن نلم هيك صفوفنا ونرجع ننطلق من أول وجديد بطريقة جديدة ومنهجية. وفعلا نحن لا نعتمد على شخص اللي هو جوني بس، نحن على كل الفرقة التيمورك، يعني كتير في شغل جماعي، إن كان هن لحالهم أوقات يتدربوا، أنا أروح يرجع حدا يستلم إلى آخره. هيك ما كان في هال هيك الرصانة، بل كان موضوع أكتر أخوي، يعني محل حتى نفرغ، تكون مساحة حلوة لحتى نحن نفرغ من هالطاقة الموجودة عندنا. أكيد يعني لكن بدي اسأله عن النشاطات هيك اخيرا مشان يحضر حاله كمان نشوف سلمى بعض العروض ونستقبل ضيف غيرك حتى انت تحضر حالك، بس هيك احكي لي عن النشاطات القادمه. نحن هلا بالايام الاخيره من 2019، ان شاء الله كل عام وانت بخير. 2020 شو محضرين له؟ لا نحن من حوالي الأسبوع قدمنا عرض بمهرجان أيام حلب المسرحية، كان عرض بيحكي عن تشبث بالوطن، حب الأرض، كمان هو كتمثيل وكرقص. عم نحضر هلا حاليا إن شاء الله نطلع على دمشق نقدم عرضين بدمشق، عرض كوميدي اجتماعي وعرض وطني بيعبر كمان عن حبنا لبلدنا. آخر أعمالنا كمان كانت بدمشق بدار الأوبرا بال 2017، كمان كنا أول مجموعة بتطلع لدمشق بعد سنين الأزمة والصعوبات.
قدمنا عرض على خشب الدار الأوبرا بال 2017 بعنوان سورية عذرا. كان عرض لقى صدى وطريقة حلوة لأنه نحن مجموعة حلبية عم بتعاني من صعوبات كتير وطلعنا على الشام، فكان هيك هلا جيناكم على حلب نحن. وسهلا فيكم، واكيد نتشرف بعروض هيك قادمه. نحن رح نشتغلها هون بحلب متنوعه، وكمان احيانا عده مناسبات. ان كان كمان من 3 سنين بالضبط نحن بداخل القلعه كنا اول مجموعه بترقص بعد تحرير المنطقه بشكل كامل من الارهاب، فكان كمان لها وقع حلو. اليوم هيك بتذكر الحدث بطريقه كثير حلوه معكم. اكيد يعني بدنا نشكرك جوني، شكرا لك، شكرا لوجودك ولكل الشباب اللي رافقوا. بنعتذر شوي عن البرد، بردناكم شوي اليوم، ولكن لحتى تطفوا هيك على صباحنا بهذا اليوم المميز من سحر أكيد الشيء اللي قدمته. شكرا لك. شكرا لكم، وإن شاء الله نكون قد المسؤولية دائما. شكرا لك. هلأ ناطرينكم بعروض تانية ضمن حلقتنا.